بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت، حيث سنفصل موقف حزب الله من حليفيه اللدودين، حركة أمل والتيار الوطني الحر، واشتداد الحرب السياسية بينهما، وماذا بعد مبادرة البطريرك الراعي، وخصوصا أنه كل ما يقال أنه بعد المبادرة فإن حزب الله وأيضا حلفائه بقيوا في موقع الإحراج أو مأزومين في قضية المرفأ. كل هذه المواضيع سنفصلها مع ضيفي الشيخ صادق النابلسي، الدكتور في العلوم السياسية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. دكتور، رح نبلش مؤخرا مبادرة البطريرك الراعي، وتحديدا بعد الأخذ والرد وكل ما قيل عن تسوية، أكيد طلع نفي من قبل الرئيس نبيه بري والمقربين منه، ولكن هل صحيح البطريرك الراعي أخذ ما يمكن أن يأخذه لما يصب لمصلحة دكتور سمير جعجع، وترك حزب الله وحلفائه مأزومين بقضية المرفأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا شك أنه اللي عم بيصير اليوم في علامات استفهام كبيرة حوله، لأنه لا يضر فقط حزب الله وإنما يضر كل اللبنانيين. إذا كان فعلا هناك من يريد أن يتوجه بالتحقيق إلى مكان آخر ويريد تسوية على حساب دم الشهداء، شهداء المرفأ وأيضا شهداء الطيونة، حتى هذه اللحظة لا يمكن أن نحكم على النوايا، ولكن النتائج هي التي تبين فيما إذا كان هناك فعلا من يريد تسوية تحت عنوان تفاهم، تحت عنوان أنه الوضع الاقتصادي والاجتماعي ضاغط على اللبنانيين ونريد تحريك عجلة الحكومة والاجتماعات يجب أن تعود إلى الحكومة اللبنانية. مهما كانت المبررات، لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال أن يمس بالتحقيق الذي يجب أن يوصل إلى العدالة ويوصل إلى الحقيقة. أي تحقيق؟ أي تحقيق، بمعزل أنه هلأ اليوم نحن ممكن نناقش بالقاضي بيطار، لكن بالمبدأ العام التحقيق يجب أن يوصل إلى الحقيقة، وبعد ذلك النتائج يجب أن تكون عادلة ومنصفة للمتضررين. حتى هذه اللحظة يبدو أن حراكا بدأه البطرك الراعي في إطار حماية رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، وهذا أمر مريب وهذا أمر مستغرب ومستهجن جدا، لا يمكن القبول به. هل دماء الضحايا من المرفأ أو الطيوني هم أرخص فعلا من محاكمة سمير جعجع المتهم اليوم، وكل الشبهات تدل على أن له يد في مجزرة الطيوني؟ فإذا لأن المشروع فشل ولأن ما كان يخطط للطيوني كان يراد منه أن يحدث حربا أهلية وتفجيرا داخليا كبيرا، لأنه فعليا خلال الأشهر والسنتين الماضيتين هناك يعني نوع من الضخ الإعلامي بأن حزب الله هو تهديد وجودي للمسيحيين، وأنه يريد أن يغير ثقافتهم ويريد أن يغير الميثاق، وأنه بسلاحه يطغى على كل البلد، وأنه مهدد للدولة اللبنانية. في سردية من هذا النوع على المستوى المحلي، وهناك من يريد أن يخلق مناخا سلبيا تجاه حزب الله في الجو المسيحي، جزء منه له علاقة بالانتخابات النيابية وجزء منه له علاقة بتصفية حزب الله داخليا ونزع سلاحه، لأنه هذا هو مشروع أمريكي إسرائيلي سعودي. فإذا من يريد أن يتصدى لهذه المهمة؟ سمير جعجع كان من الوكلاء الكبار والأساسيين في التصدي لهذا الموضوع، وبالتالي يعني يفرحه ويبدو له أنه تخويف المسيحيين من حزب الله يمكن أن يتزعم أو يوصل إلى نتيجة يتزعم من خلالها المسيحيين من جديد، وأيضا مشروعه يصبح قابلا للحياة من خلال افتعال مشكلة طائفية أو حرب أهلية بين اللبنانيين. طبيعي نتائج التي حصلت بعد أحداث الطيوني أربكت
رئيس القوات اللبنانية ومن وراء القوات اللبنانية. كان من المفترض أن ينجر حزب الله والمكون الشيعي إلى حرب طائفية، بالتالي هذا سيشد العصب المسيحي أكثر وأكثر، وسيبدو الخيار والتحليل والمقاربات التي قدمها رئيس القوات اللبنانية ستبدو مقبولة ومقنعة للجمهور المسيحي، وبالتالي سيعود ليعوم نفسه زعيما للمسيحيين، وأيضا إن حصلت الانتخابات فيما بعد سيكون ذلك مكسب لهم. البعض يقول أنه حتى سماحة السيد فادوا لدكتور سمير جعجع من خلال إطلالته الأخيرة والهجوم عليه، وبالتالي رفع له الأسهم المسيحية داخل الطائفة المسيحية، وهذا الشيء رح ينعكس إيجابا على الانتخابات ويطوبوا الزعيم الأول مسيحيا. صحيح، أي كلام عن سمير جعجع والقوات اللبنانية من قبل حزب مثل حزب الله الكبير جدا اللي له بعد إقليمي، اللي له تأثير في الواقع الداخلي، اللي تخافه إسرائيل، طبيعي هذا سيعطي يعني نوع من المجد إذا بدك والرفعة لحزب القوات اللبنانية. لكن كمان سماحة السيد بالخطاب ما هو يعني فرغ مضمون كل السردية اللي قدمها رئيس حزب القوات اللبنانية، وأيضا يعني اللي عم يتحركوا حواليه، لأنه حزب الله لم يكن في يوما من الأيام تهديدا للوجود المسيحي، بل بالعكس من ذلك السلم الأهلي أفضل وجوه الحرب مع إسرائيل وأفضل وجوه الاستقرار الداخلي. حزب الله مع الاستقرار يعني إذا بدك قدم سردية مختلفة ورواية مختلفة، أن حزب الله مصلحته البلد ومصلحته الناس، ولا يمكن أن ينجر للحرب الأهلية لأنه هي مشروع إسرائيلي، ومقتل حزب الله بالحرب الأهلية بمعزل أنه هو قادر على حسم النتيجة سريعا أو لا، لأنه مش بالضرورة من يقدر على الحرب الأهلية يكون راغب فيها. نعم حزب الله يقدر على الحسم ولكنه غير راغب فيها، بينما القوات اللبنانية أو غير القوات اللبنانية لا يقدرون على الحرب الأهلية ولا يقدرون على الحسم ولكنهم راغبون فيها. مشكلة سمير جعجع أنه حتى لو انهزم، يعني حتى لو كانت النتيجة هزيمة له، ستكون مكسبا له. الهزيمة لسمير جعجع مكسب، لأنه هذا سيشد العصب المسيحي، سيكرس واقع فيدرالي وتقسيمي جديد في البلد، سيرفع من خطابه التصعيدي في وجه حزب الله، بالتالي هو يربح في هذا المناخ. لكن كمان لازم نقول أنه الجو المسيحي من راغب في الحرب، لا يريد العودة إلى الحرب الأهلية وهذه الأجواء المأساوية. يعني بيّنت الأصوات اللي طلعت بعد يوم من الأحداث في الطيوني أنه لا أبدا، ما في جو مسيحي حقيقي راغب في الحرب الأهلية. سمير جعجع هو عم بيحاول يعيد الاعتبار إلى هذه القوة المسيحية القديمة، لما كانت الكتائب هي الحزب الأقوى في لبنان، نعم قامت بالحرب الأهلية. سمير جعجع شو بده يقول؟ بده يقول أنا الحزب الأقوى مسيحيا وأنا الذي أستطيع أن أخوض الحرب الأهلية، بمعزل أنه فعلا أنه في مقاربة تانية بتقول أنه سمير جعجع لا يريد أن يمارس الحرب بذاته، وإنما يريد أن يمارس الحرب بغيره، يعني ممكن يستعمل الوقود السني، يمكن أن يستعمل الوقود الدرزي. وهون الكلام مع وليد جنبلاط أنه أنا أملك 15,000، ويمكن أقول له لسعد الحريري أو لغيرهم أو للسعوديين أنه أنا أملك هذه القدرة الهائلة وأستطيع أن أفعل كذا وكذا، ولكن فعليا هل هو يريد أن يذهب إلى الحرب بذاته أو لا؟ يمكن أحداث الطيوني تظهر أنه يعني كانت في محاذير عالية ولم يكن متوقعا ما حصل، يعني ما حصل بالنسبة له لم يكن متوقعا، وما هو متوقع لم يحصل بالنسبة له. فإذا في خطورة عند الشارع المسيحي للانجرار إلى الحرب الأهلية، خصوصا أنه جزء
كبير من المسيحيين اللي ما عم ينعمل لهم هندسة عقلية وهندسة إدراكية، ما عم ينلعب بتصوراتهم وعقولهم، بيعرفوا أنه حزب الله كان حامل المسيحيين، وحزب الله بسوريا عمل اللي عمله، وكل الأدلة تثبت أنه كان حامل للمسيحيين وغير المسيحيين، وأيضا كان حامل للمسيحيين في المناطق يعني الحدودية والمتاخمة مع سوريا، وهذا أثبتته الدماء والتجربة. بس دكتور، هون يعني بعض الأصوات المسيحية بيطلعوا بيقولوا لك نحن بدنا الدولة تحمينا، مش طالبين من حزب الله هن يحمونا لا بلبنان ولا على الحدود ولا خارج لبنان، في دولة هي يجب أن تبسط سلطتها على كامل أراضيها. جيد، عال أنا مع هذا المنطق، بس خليني كفي جملة أخيرة. سمير جعجع ولا مرة خاض حرب وفاز فيها، ولا مرة خاض حرب إلا وهجر المسيحيين، بينما حزب الله ولا مرة خاض حرب إلا وربح فيها، ولا مرة خاض حرب إلا وثبت المسيحيين في وجودهم. لهون وصل للكلام اللي تفضلت فيه، أنه هني منهم بحاجة إلى حزب الله، منهم بحاجة إلى أي قوة أخرى، يحتاجون إلى الدولة. وأيضا حزب الله منطقه هيك، حزب الله يحتاج إلى الدولة، الدولة هي اللي بترعى الجميع وهي اللي بتحمل الجميع. ولذلك سمحت السيد ركز على موضوع الجيش، مش نحن البديل عن الدولة، مش نحن اللي منحمي المسيحيين أو منحمي الآخرين، الجيش اللبناني، الدولة اللبنانية هي من يجب أن يقوم بدور الحماية. طيب إذا غابت أدوار الآخرين، طبيعي في فراغ بده يملؤ حدا. حزب الله تحرك مش لأنه يرغب بالسلاح ويرغب بالحرب، لأنه الدولة غايبة، لأنه الدولة فاشلة، وبطبيعة الحال لما تكون الدولة غايبة هذا الطرف أو ذاك بده يتحرك ليقوم بواجباته بمسؤوليته. طب اليوم حتى حليفكم المسيحي كمان بينتقدكم بهذا الموضوع، أنكم أنتم ما ساعدتوا على بناء الدولة، مثل كأنه عم بيقول أنه أنتم ما بدكم الدولة لحتى يتثبتوا وجودكم العسكري بلبنان واستمراريتها. شوف الشعارات يعني حلوة، أنه نحن بدنا الدولة ونحن بدنا المؤسسات، ونحن فعليا حتى تبني الدولة ما في عامل واحد هو اللي بيبني الدولة، يعني ما في دولة بتنبنى بدون مواجهة مع إسرائيل، من دون موقف حقيقي في مواجهة إسرائيل، من دون موقف حقيقي في مواجهة التكفيريين والإرهابيين. في مواقف أساسية لازم تنعمل، وفي إجراءات وتدابير وخطوات لازم تنعمل عملانيا على الأرض لحتى نبني الدولة. اليوم أنا فيني ابني الدولة في ظل صراعات إقليمية ودولية تنعكس بشكل كبير على لبنان، وفي ظل حركة خرائط متغيرة ومتحولة في المنطقة، في ظل حركة تطبيع اليوم قوية جدا، ويراد أن من اللي عم بيصير بالمنطقة انه والضغط اللي عم بيصير على لبنان انه يمر التطبيع عبر لبنان عبر الضغوط الاقتصادية. نعم. طيب اليوم انا معك وحزب الله مع انه بناء الدولة، لكن طب ما في حوار حقيقي لبناء الدولة، بس بتحكيهم بالاستراتيجية الدفاعية بيقولوا لك سلاح حزب الله. يا أخي طب تعوا ابنه استراتيجية دفاعية ونحن منشيل هذا السلاح، تعوا فعليا ابدأوا بالإصلاحات البنيوية التي تغير العقيدة الطائفية. اليوم قانون الانتخاب يمثل الطوائف ولا يمثل الشعب اللبناني. طيب فينا نعمل تطوير إصلاحي في موضوع الانتخابات، فينا نروح على القوانين الأساسية اللي تغير هوية الدولة الطائفية ونبني هوية جديدة للدولة تحمي جميع اللبنانيين. طب بس تروحي على النقاش الفعلي كلهم بيبتعدوا، مثلا موضوع المصارف، موضوع الشركات المحتكرة، موضوع الشركات اللي بتجيب مازوت وبتجيب بنزين ومشتقات نفطية، بس تروحي تقربي حول هيدي الموضوعات بيقوموا كليتهم، لأنه هيدي الموضوعات تخدم بقاء الطائفيين في الدولة وتخدم بقاء الدولة في تموضوع الطائفي. طيب نحن بدنا
حزب الله بده، لكن لا يستطيع حزب الله لوحده، وهذه قلت أكثر من مرة، ولا يستطيع حزب الله مع التيار الوطني الحر بمفردهما أن يحدثا تحولا كبيرا جدا على مستوى الإصلاح بالدولة. لأنه هذا ليه عم بيساعدكم التيار الوطني الحر بهذا الشق؟ أكيد بشو عم بيساعد؟ أكيد عم خلينا نفصلهم. يعني إذا نحن بنعرف لواء حزب الله هو محاربة الفساد، ومنشوف كتير السيد حسن فضل الله بيروح بيقدم شكاوى أمام القضاء بملفات خاصة بالفساد، اليوم هل التيار الوطني الحر عم بيساعدكم بموضوع مكافحة الفساد، إن كان بقطاع الكهرباء، إن كان بقطاع الاتصالات، إن كان بقطاعات التهريب على الحدود، كل هذه الملفات هل التيار الوطني الحر عم بيساعدكم والباقيين هن اللي عم بيحاربوكم؟ أنا ما بدي شيطن الآخرين، أنا بدي أقول إنه التيار الوطني الحر قدم مجموعة من الاقتراحات بالمجلس النيابي، هي اقتراحات إصلاحية، قدم جهد كبير بهذا المجال. شو بدي بالممارسة العملية أحيانا بالوزارات؟ أنا عم بحكي كتيار وطني الحر. نعم. طب لما يصير في حوار بينه وبين حرب حزب الله؟ نعم. لا ببين انه الطرفين متفاهمين على موضوع الاصلاحات، بتروحي على التنفيذ؟ لا، في مصالح متضاربه، في مصالح متشابكه بين بموضوع القوانين الطوائف. مين حارب تخفيض سن الاقتراع ل 18؟ هذا مش اصلاح حقيقي، هذا في عمليه انتخابيه، في فئه شبابيه جديده يمكن منتصبه على انت بجزئيه هي الجزئية اللي بتنعكس على النهج. أنا اللي بدي أقول أنه قانون الانتخاب بشكل عام لازم يكون قانون ثوري حتى يغيرنا، حتى يغير هذا البلد، نمط البلد، المؤسسات إلى ما هنالك. ممكن يصير في خلاف على، خلينا نقول، على بند من البنود الإصلاحية، لكن هذا لا ينفي أنه الطرفين هن عندهم توجه لبناء دولة حقيقية. طيب بنختلف مثلا موضوع الاغتراب ببند من البنود، بنختلف، مش هون الإشكالية الحقيقية. لما يكون في توجه عام هذا جيد، لكن بدي أقول وين العراقيل، وين الحدود، وين الحواجز؟ ما بتقدري أنت تتقدمي خطوة إلى الأمام إذا ما كان في توافقات بين مختلف المكونات الطائفية. ما نكذب على العالم ونكذب على أنفسنا. اليوم ممكن أي طائفة تعترض يروح المشروع الإصلاحي، ممكن اليوم أي حدث أو خلاف بيحصل بالشارع بيلغي أي تحول وإصلاح بهذا البرنامج أو ذاك. فإذا اليوم نحن بحاجة إلى كل القوى السياسية بلبنان أنه تمحي الماضي الطائفي، تمحي الماضي اللي عرقل نهوض البلد والإصلاحات بالبلد، ونبدأ نفتح صفحة جديدة. حتى هذه اللحظة صرنا نحن قديش، سنتين من 17 تشرين الأول اللي رفعت فيها شعارات إصلاحية مهمة، جيد؟ لليوم شو نعمل؟ شو نعمل؟ شو هو المشروع الإصلاحي؟ شو عملت الحكومة حتى هذه اللحظة؟ ما في شيء. رح نفصل موضوع الحكومة ورح نفصل موضوع الانتخابات إذا رح يكون في أساساً انتخابات أو لا، ولكن خليني أخلص من موضوع الطيونة والتحقيقات جراء هذا الموضوع وتداعياتها أيضاً. اليوم البطريرك الراعي جال على الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي والرئيس ميشيل عون. اليوم سمعنا كنا قبل بنهار البطريرك عم بيصوب الاتهام وعم بيدافع عن دكتور سمير جعجع انه نحن ما فينا نستدعي المعتدى عليه ونترك المعتدي، وبالتالي كان في ضمن الحكي بين السطور توجيه اتهام الى سماحة السيد حسن نصر الله. فماذا عن اللجان التنسيقية بين بكركي وحزب الله؟ هل بعدها مستمرة؟ هل عم بيكون في تواصل بهذا الموضوع؟ جال عليه من دون ما يعني ينعرف إعلاميا أنه شافه أو التقى أو تواصل معه حتى؟ خليني أقول أنه اليوم في حتى نقد على جولة البطرك، لأنه هي منحازة، واضح أنه منحازة وتريد أن تحدث تسوية في مكان ما. لكن أي تفاهم بين اللبنانيين، خصوصا إذا بيكون على رأسه البطرك، هذا مهم جدا. مثل ما التقى البطرك سمحت السيد بال 2016، ويمكن جريدة الأخبار نشرت هيك معلومة بهذاك الوقت، بتصور بكنيسة بحارة حريك،
اليوم في كمان كلام مشجع أنه بده يلتقي سماحة السيد حسن نصر الله. جيد، إذا كان في إطار تعزيز التفاهم وتثبيت السلم الأهلي وإعادة تحريك عجلة الحوار بين المسلمين والمسيحيين وبين الشيعة والمسيحيين، لأنه اليوم حدا عم بيحط المسيحيين بوجه الشيعة والشيعة بوجه المسيحيين، حدا عم بيقول للمسيحيين أعدائكم هن الشيعة. سماحة السيد بخطابه وضح أنه نحن لسنا أعداء لأحد في هذا البلد، نحن شركاء وعلينا أن نبني الوطن سوية. فإذا من المهم جدا أن نعيد تحريك عجلة الحوار، وإذا كان في لقاء بين سماحة السيد والبطرك الراعي في القريب العاجل، هذا بعزز يعني كل جوانب الحوار والسلم الأهلي، ويعيد تعويم الفكرة، فكرة العيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين، وأيضا من جانب آخر يخفض من مستوى الهواجس والمخاوف اللي موجودة عند بعض المسيحيين. هذا المناخ الذي يريد أن يقلق المسيحيين ويريد أن يقول لهم أن حزب الله هو عدو لكم، إذا صار في لقاء بين سماحة السيد وبين البطرك، أكيد هذا بخفض منسوب الهواجس والمخاوف بشكل كبير جدا. ونحن أكل حال منشجع، ولازم نشجع على هذا المناخ الإيجابي الحواري، بمعزل أنه هذا الشيء كمان بده يصير أو لا، لازم تستمر يعني خلينا نقول المؤسسة الحوارية بين حزب الله وبين البطريركية، لأنه هذا فعلا بيساعد على تفهم الآخر، لأنه انطرحت هواجس حسب ما سرب أو كما قال اليوم الوزير علي حسن خليل، أنه البطرك طرح مجموعة أمور فيما يتعلق بحزب الله. قال طالما في لجنة حوارية، أي مخاوف عند المسيحيين ممكن يعني يصير في مكاشفة مصارحة حولها، وحزب الله بيقدم مقاربته ورؤيته لهذه الأمور التي تبدو بالنسبة للبعض مخاوف. أنا عم أقول هون أنه حزب الله لا يهدد أحدا، ويمكن سماحة السيد لما انطلع وحكي بموضوع 100,000 ما كان قصده أن يهدد المسيحيين على الإطلاق، وإنما كان هدفه منع الفتنة الطائفية، وهدفه منع الانجرار إلى الحرب الأهلية. إذا كان هناك في عقل بعض المسيحيين من يريد أن يدفع المجتمع المسيحي إلى التهور وإلى الفتنة الطائفية مرة أخرى، لازم نحن نحذره. وإنما أيضا كمان بضيف أنه هذا الخطاب العالي وهذا الكشف عن هذا الرقم كان أيضا يريد من وراءه سماحة السيد أن يقول للإسرائيليين انتبهوا اليوم، اللي هن طمعانين بثروتنا الغازية ويريدون استغلال هذه الثروة وفرض واقع تفاوضي معين. اثنان الأمريكان اللي عم بيديروا سمير جعجع وبعض الأدوات هون في لبنان، إياكم أن تفكروا في الفتنة الطائفية، إياكم أن تفكروا في جرنا إلى الحرب الأهلية. هلا طبيعي حزب الله بالمواجهة، لكن هن بدهم يجروا المكون الشيعي، أملوا حزب الله إلى الحرب الأهلية. فإذا لم يغرق حزب الله، أمل ممكن تغرق، هيك بيفكروا، ويبدأ الاشتباك وبعد ذلك تتطور الأمور. فننسى نقطة البداية وهي مهمة جدا، من أن هذه النقطة الأساسية، من أطلق النار ومن قام بصنع هذا الكمين وقتل هؤلاء الناس الذين كانوا يريدون الذهاب للاعتراض بشكل قانوني وبشكل حر. فإذا اللي بدي أقوله اليوم أنه حرف الأنظار عن مرتكب الجريمة أمر خطير جدا، وإذا كان في تسوية، هذه التسوية لا يجب أن تكون على حساب دماء اللبنانيين وهؤلاء الضحايا. التسوية نريدها من أجل اللحمة بين اللبنانيين، التسوية نريدها للتفاهم أكثر ولتعميق الحوار أكثر بين اللبنانيين. أما التسوية التي تضيع الحقوق وتبعد المجرم
عن مسرح الجريمة وعن اتهامه، هذا الأمر مرفوض بتاتا بتاتا. طب دكتور، حضرتك كنت عم بتقول كأنه فهمنا منك أنه طلب موعد من سماحة السيد حسن نصر الله للقاء البطريرك الراعي، صح؟ وسماحة السيد منفتح على هذا الموضوع وممكن أنه يلتقوا بالمدى القريب. أنا عم بقول أنه التقوا بالماضي وممكن واليوم يجب. ممكن يلتقوا أوكي. لكن اللقاء يجب أن يبني حصانة داخلية، وحدة داخلية، تفاهم بين المكونات اللبنانية، إبعاد للهواجس والمخاوف الموجودة عند المسيحيين. أي لقاء ممكن أن يقرب المسلمين مع المسيحيين هذا مطلوب، أي لقاء يمكن أن يقرب الشيعة من المسيحيين أيضا هذا أمر مطلوب. طيب، من هون البعض يقول أنه المسار القضائي اللي تبعه هذه الحادثة بالطيونة خلى المسيحيين وتحديدا القوات يشعروا أنه حزب الله عم بيحاول يعيد التاريخ نفسه، واللي صار بال94 يتكرر بال2021، يعني استدعاءه للاستماع إليه بوزارة الدفاع تحديدا، الاستماع إليه فقط دون سماحة السيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري اللي هني كمان طرف بهذه الحادثة. هل فعليا أنتوا عم بترجعوا التاريخ وراء وعم بتحاولوا تفوتوا سمير جعجع إلى الحبس من جديد؟ خلينا نكون واقع اليوم، وبالقانون لما يطلب الاستماع إلى شهادة رئيس حزب القوات اللبناني لا يعني إيقافه. نعم. بالقانون، لكن أكيد هي ضربة معنوية كبرى. هو وضع حاله بخانة المتهم، يعني ما كان حدا عم يطلع عليه بالساعات الأولى، ما حدا عارف شو عم بيصير على الطيونة. هو قال أنه هذا ميني 7 أيار. نعم. جيد، يعني هو عم بيحاول يقول أنه نحن نتبنى الشيء الذي حصل. أنت بتتبنى، تفضل، بدنا نستمع لشهادتك شو اللي صاير هونيك، خصوصا أنه الجيش أوقف عددا من الأشخاص مرتبطين بالقوات اللبنانية، ويبدو من التحقيقات أنه اعترفوا بأن لهم صلة بدكتور سمير جعجع، وأنهم تلقوا أوامر إما مباشرة وإما عبر وسيط من سمير جعجع. فإذا الجيش اللبناني يريد أن يعرف هوية وخلفية الوضع الذي حصل، ومن حقه الجيش اللبناني ومن حق الشهداء وأهالي الشهداء أنه الكل يعرف حقيقة ما جرى. فإذا الاستماع له هذا أمر مطلوب، لكن هل يعني ذلك أن أحدا يريد إلى العودة إلى حقبة 94 وأنه يريد إذلال سمير جعجع ويريد كذا وكذا؟ مش هون القضية. لكن هو لا يقبل بالمسار القضائي، يعني بالوقت اللي هو بالمرفأ بحادثة المرفأ عم بيقول نحن لازم نلتزم بالقضاء، ولازم، يعني هو كمان مرشح لرئاسة الجمهورية. تصوري أنت مرشح لرئاسة الجمهورية وهو يطعن بالقضاء، وهو لا يلتزم باستدعاءات القضاء. كيف واحد يعني بده يمثلنا نحن كلبنانيين وهو من يطعن بالقضاء؟ مفترض يكون يعني بالحد الأدنى يعني تنطبق عليه القوانين اللبنانية، وبالتالي يخضع لسلطة القضاء. بكل الأحوال اللي بدي أقوله أنه كان يجب عليه أن يلتزم وأن يذهب ليستمع إلى إفادته، لكن هذا الأمر لم يحصل. والتسوية والتخريج اللي عم بتصير اليوم يعني خلص أبعدت هذا الاحتمال من أن يستمع عليه قضائيا. بكل الأحوال خلينا نقول أنه ما حدا بده يستهدف المسيحيين بعنوان المسيحيين، ولا حدا بده يستهدف القوات بعنوانها كقوات، وإنما الهدف من كل هذا الضغط الإعلامي وما يقوم به القضاء اللبناني هو فهم ومعرفة ما الذي جرى يوم الحادثة، وإذا كان هناك مرتكبون من قبل
أشخاص ينتمون إلى القوات اللبنانية يجب أن يحاسبوا ويحاكموا. طيب اليوم خلينا نكون واقعيين، إذا في حدا بالك من القوات اللبنانية لما تحكي أنه دكتور سمير جعجع هو اللي أدين نفسه لما نحكي عن 7 أيار، اليوم بيقدر يرد عليك بيقول وانتو كمان عملتوا 7 أيار، ما حدا حاسبكم، ما حدا استمع لإلكم، وبالتالي ليه عم بتطالبوا بالاستماع للدكتور سمير جعجع بوقت انتو اللي أساسا افتعلتوا 7 أيار؟ لا بل بالعكس بتقولوا عنه يوم مجيد. أولا قياس مع الفارق، بيقولوا بالمنطق قياس مع الفارق. 7 أيار كانت مؤامرة على المقاومة، يعني واضح ما بدأ جدل، ويرجعوا للتاريخ يعرفوا شو كان عم يتحضر ب5 أيار ولماذا قام حزب الله ب7 أيار. الاثنين هون في كمين، في قناصين، يعني الناس عم تتظاهر وفجأة يطلق عليهم النار، وكلنا شفنا التلفزيونات. يعني أنا من الناس اللي كنت قاعد وعم بحضر وبدأ أطلاق الرصاص، ما كان حدا من المتظاهرين حامل سلاح وعم يطلق الرصاص. فإذا في كمين دبر بليل غير ليل، المهم في شهداء سقطوا في هذه الحادثة، بدنا نعرف. ما في واحد يجي يقول أنه أنتوا ليش عم بتحملون المسؤولية. اليوم الاعترافات والتحقيقات تدل على أنه جزء من، خلينا نقول، من الأشخاص ينتمون إلى القوات اللبنانية ولهم صلة بسمير جعجع. خلينا نعرف هل فعلا سمير جعجع هو من أعطاكم الأمر أو أنتوا تحركتوا من تلقاء أنفسكم. أما اللي بيقول أنه شو خص القوات اللبنانية، القوات اللبنانية حزب سياسي، طيب حزب سياسي وعنده 15,000، حزب سياسي بيقول له لوليد جنبلاط أنه هولي مدربين وأنا بكسر حزب الله فيهم، وبعض الناس بيطلعوا بيقولوا أنه نحن عندنا قدرة أنه نغير المعادلات وبظهرنا أمريكا ويمكن بظهرنا إسرائيل. على كل حال بال2006 كان هذا المشروع قائم، كان المشروع قائم بمعنى أنه إسرائيل بالجو وبالبر على الحدود، وأيضا بعض القوى السياسية في الداخل. لكن تفاجأوا كليتهم أنه صمدت المقاومة، وبالتالي ما حدا قادر يغامر بهذه الخطوة حتى لا تنقلب عليه عسكريا وسياسيا. طيب هذا المشروع مكفي، سمير جعجع هو من يعترف، ويكيليكس، كل الأوراق التي قدمت للسفارة الأمريكية والتي نشرت لاحقا تؤكد أنه سمير جعجع كان يحضر جيشا في مواجهة حزب الله، لأنه بيعتبر هلأ أنه أما يريد أن يغير المعادلة الداخلية اللبنانية، يغير قواعد الاشتباك السياسي بالحد الأدنى بين حزب الله وبين القوى الأخرى، وإما أنه منخرط، وهذا أنا رأيي الشخصي، أنه منخرط بمشروع أمريكي سعودي إسرائيلي يريد الحرب الأهلية اللبنانية، لأن ذلك يضعف حزب الله، لأنه اعتبروا أنه من اللي صار بال2006 وبعد منه ب5 أيار وبعد منه، خليني أقول شو بعد صار، خليني أقول الحرب بسوريا وشوية وأحداث خلدة وصولا لهيدي، كل عوامل الفتنة الداخلية حاولوا، يعني بالأدوات الناعمة وبالأدوات الصلبة عملوا كل شيء من أجل نزع سلاح حزب الله، ما وصلوا لأي نتيجة. يعني سمير جعجع ممكن عم بيسوق حاله مرة أخرى أنه أنا قادر على هزيمة حزب الله وأنا رجلكم في لبنان وتستطيعون الاعتماد علي لجرح حزب الله إلى هذا المستنقع، وبعد ذلك نغير الواقع الداخلي. طبيعي اللي بدي أقوله، في ناس يعني ما عم بيشوفوا المشهد بشموليته، معتقدين أنه اللي صار هو اشتباك بين فريقين. ومثل ما بيقول محمد حسنين هيكل، بيقول الصورة كما يراها كما هي حقيقة علمية، والصورة كما يراها الناس حقيقة سياسية. هني شايفينه أنه اشتباك. الجيش اللبناني عم بيقول لهم لا،
القنص. الجيش اللبناني ومعلومات الجيش اللبناني والأجهزة اللبنانية بيعرفوا أنه سمير جعجع مدرب 15,000 جندي ومقاتل. من أجل شو؟ من أجل حماية الحدود اللبنانية في وجه إسرائيل أو في وجه التكفيريين، والله لا يعمل فيهم حرب أهلية ويتزعم جزء من لبنان. طيب اليوم إذا بدنا نمشي قضائيا، اليوم حزب الله يعني بالعربي الدارج أكل ضربة على رأسه من بعد ما تصرف القاضي فادي عقيقي بهيدا التصرف. يعني قال سمير جعجع أنه مفوض حزب الله لدى المحكمة العسكرية، بالأخير بيرجع ما بيطلع ولا أي إجراء بحق دكتور سمير جعجع. بالتالي شو صار؟ هل خسر من جديد حزب الله هذه الجولة؟ هون فينا نقول أكبر دليل على أنه القضاء مسيس، وأنه هناك تحت عنوان الاجتهادات وتحت عنوان الفتنة الطائفية أو الفتنة في البيت الواحد، وأنه مش وقتها، والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي، وأنه هلأ بدنا الحكومة تقلع. في مجموعة من الاعتبارات اللي بيعتبروها هني كبرى تستدعي هذا النوع من التسويات. بس النتيجة وين؟ النتيجة عم نهشم القضاء اللبناني، عم نتدخل بالقضاء اللبناني، ما عم نحصن القضاء اللبناني. يعني نحن مثلا هلأ ممكن تطرح علي السؤال أنه طيب ما أنتم عم تعملوا نفس الشيء، أو حزب الله عم يعمل نفس الشيء بالقاضي بيطار. حزب الله لا يريد إقالة القاضي بيطار لأنه اسمه طارق البيطار، ولا يريد أن يغير القاضي بيطار لأنه والله يعني هذا الرجل عم يشتغل بحيادية بمعزل عن أي تأثيرات من هنا وهناك. لا، في استهداف سياسي، مسار التحقيق بات مسارا يريد تحقيق أهداف سياسية. نعم. القاضي بيطار اليوم ما بعرف لمين عم يعطي خلينا نقول معطيات التحقيق، لمين عم يعطيهم. هل تصدقين أنه أوراق التحقيقات تعطى لبعض السفارات الأجنبية، واليوم أهالي الضحايا عم بيطالبوا أن ينشر التحقيق الفني تبع الجيش اللبناني ولا يعطى لهم؟ معقول هيك؟ ومن هون حزب الله عم بيقول إذا أنتم بدكم تاخذونا على السياسة، نعم نحن نشكك بهذا القاضي ونريد تصحيح مسار القضاء، نحن لا نريد استهداف القضاء ولا نريد استهداف قاضي بعينه، ولكن نريد الوصول إلى الحقيقة ونريد تحسين القضاء من خلال تحسين التحقيقات، من خلال عدم الوقوع في الاستنسابية، توحيد المعايير. طيب اللي عم بيصير فعليا مش هيك، أنه والله يستدعى هذا الوزير وذاك الوزير ويترك وزراء آخرون، يستدعى خلينا نقول بعد ما استدعى ولا رئيس جمهورية، لو بدي افترض يريد ان يستمع الى رئيس الجمهوريه الحالي، طيب ما في بعض رئيس جمهوريه سابق، ليش ما بدك تستمع له؟ طيب في موضوع بعد عم نحكي بالوزراء، طيب ما في كمان مؤسسه دستوريه اسمها المجلس النيابي، وفي المجلس الاعلى لمحاكمه الرؤساء والوزراء، طيب هذا مختص بمحاكمه هول الوزيرين، فاذا في تنازع صلاحيات بينه وبين المجلس النيابي، وهذا اليوم عم ينشغل عليه. يعني جزء من التسوية اللي عم يقوم فيها البطرك أنه طيب شو هي التخريجة لحتى أنتم ما تزعلوا ونحن ما نزعل؟ أوكي، هذا ملف الوزراء منعود من رجعه إلى المجلس النيابي. طيب بيمشي الحال. حزب الله وين إشكاليته؟ صحيح أنه مش لازم يصير في تنازع بالصلاحيات القانونية والدستورية، لكن الأهم بالنسبة له أن تعرف الحقيقة كما هي، أن تعرف الحقيقة وتبين أمام الملأ، وأي تحريف في المعطيات، معطيات التحقيق وتوجيه الاتهام لحزب الله سيكون له هدف سياسي. نحن ما بدنا نوقع بنفس التجربة التي أنتجت التحقيق اللي صار مع الرئيس رفيق الحريري. لا نريد أن ننتج نفس التجربة. اليوم بتقلي لي أنه طيب حزب الله ما هو حزب كبير وعريض، وأنه شو يعني بتأثر فيه الاتهامات؟ أكيد
حزب الله كبير وصامد وعنده قدرة على تحمل الألم، هذا لا شك فيه، لكن تصوري أنت عم بتجيش العالم سنوات طويلة. طب نحن من 2005 تقريبا لسنتين ثلاثة لورا، الاتهامات لحزب الله، اتهامات لحزب الله. طيب آخر شيء بيتبين أنه لا، حزب الله ما خصه. طيب هلأ أنت كمان وجه الناس سنة سنتين ضد حزب الله. طب شو بيصير بالشارع المسيحي اليوم اللي هو متألم؟ طب بيقول أنه حزب الله يريد أن يستهدفنا، عنده سلاح ويريد أن يقتلنا وعم يستقوي علينا ولا يريد الدولة ولا كل هذه السرديات اللي ما إلها طعمة. العالم بتصدق بعد سنتين ثلاثة بنقول لهم لا، يعني حزب الله ما خصه، اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. طيب اليوم اليوم حضرتكم كثنائي شيعي لوحدكم عم بتحاربوا هذه المؤامرة اللي انتم بتشوفوها انه حزب الله عم يتعرض لمؤامرة من خلال مسار التحقيقات بمرفأ بيروت. اليوم شو موقف التيار الوطني الحر من هذا الموضوع؟ يعني شايفين انه هو داعم للقاضي بيطار بالعلن؟ هلا ما بعرف اذا بينكم وبينه للوزير جبران باسيل في موقف اخر، ولكن بالعلن عم بيكون ضدكم بهذا الموضوع وعم يدعم بيطار، هل هو مشارك وشريك بهذه المؤامره؟ شوفي انا ما بدي اكون محل التيار الوطني الحر لحل مقاربتهم بدعمهم للقاضي بيطار، هن داعمين التحقيق بظن، مش داعمين القاضي بيطار بما هو قاضي بيطار. داعمين التحقيق لأسباب واعتبارات مختلفة، كمان هم ما بدي فوت بالتفاصيل، لكن لا شك أنه في تباين بين حزب الله وبين التيار الوطني الحر حول هذا الملف. ويعني في محاولات دائمة من خلال الحوار أنه ما يطغى هذا التباين على الإعلام وينعكس بشكل سلبي، لأنه نحن اليوم بحاجة كحلفاء أنه تكون مقارباتنا موحدة للحصول على نتائج مطمئنة لللبنانيين، خصوصا بهذا الملف الحساس. بكل الأحوال أنا بقول أنه نعم، هناك من يريد أن يظهر الصورة بأنه المسيحيين هم المستهدفون، وهناك تهديد للمسيحيين من خلال هذا الملف، وأنه المكون الشيعي يقف حجر عثرة أمام الوصول إلى الحقيقة، ولذلك هناك استهداف بشكل كبير جدا، مرة من خلال تيار الوطن الحر ضد حركة أمل، ومرة من قبل القوات اللبنانية ضد حزب الله. فإذا هناك استهداف بالمجمل إلى المكون الشيعي. لذلك اللي بدي أقوله أنا أنه إن كان حزب الله أو حركة أمل، المكون الشيعي له مصلحة أنه توصل التحقيقات إلى خواتيمها، لكن بعيدا عن الاستنسابية، بعيدا عن الاتهام الذي يريد أن يشعل البلد من دون الاستناد إلى معطيات حقيقية، من دون معرفة من أدخل هذه النترات. يعني في أسئلة اليوم أساسية ما حدا عم بيجاوب عليها، ونحن عم نقفز بالتحقيق ونروح نقول أنه في إهمال وظيفة. طب قبل الإهمال الوظيفة، من جاء بهذه النترات إلى هنا؟ مين أمر بإبقاء وتخزين النترات؟ القضاة اللي مسؤولين عن هذه القرارات بإبقاء النترات في المرفأ، مين إنه؟ وليش أصدروا هذه القرارات؟ هل في سمسرات وهل في صفقات بين القضاة وبين بعض الأشخاص اللي موجودين بالمرفأ؟ هل كان غرض هذه النترات هي إيصالها إلى سوريا عبر أدوات أمريكا وأدوات إسرائيل والسعودية لدعم ما يسمى الثوار والمعارضة السورية؟ مين وصل هذه النترات؟ مين باع هذه النترات؟ في أسئلة حقيقية لحد الآن بعد ما حدا جاوب عليها. فإذا نحن نقول أنه مطلوب من القاضي بيطار بالحد الأدنى اليوم تحت الضغط القائم وتحت هذا الواقع السياسي المر اللي عم نعيشه كليتنا. يكفينا يعني التراجيديا اليوم اللي وصلت إلى أعلى مستوى، بيكفينا هذا الموضوع. خلي فعلا إذا هذا القاضي نزيه ياخد بهيدي الاعتبارات، بهيدي الملاحظات، لأنه حزب الله لم يرفع صوته على القاضي بيطار مباشرة، وإنما بعد التجربة، بعد هذا المسار
اللي فيه مجموعة من الأخطاء، وحزب الله نبه ونصح بالإعلام تحت الطاولة وبالكواريس، نبه القاضي بيطار ووصل له أنه لازم أنت تتعامل بوحدة معايير وأنت لازم توصل إلى بس الحقيقة. إلى حد التهديد يعني اليوم هيدا ما يعني يصوب البعض على حزب الله أنه في تهديد جرى على يعني استخدمته على القاضي بيطار تحديدا من قبل الحاج وفيق صفا، هل هذا ما حدا يثبته يعني ما حدا يثبت ابدا، ما في دليل عليه سوى انه والله وردت في تغريده لاحد الاعلاميين او الاعلاميات مش هيك؟ طيب شو الدليل على هذا الموضوع؟ ما في دليل. نعم حزب الله عنده موقف سلبي من القاضي بيطار بسبب هذا المسار الخاطئ، نعم هذا واضح وعلني، وسمعت السيد حكي بالموضوع أكثر من مرة. لذلك يعني اليوم القاضي بيطار أو المجلس العدلي أو هول القضاة وحتى وزير العدل اللي هن مهتمين بهذا الملف، طيب يا عمي اجتمعوا بالقاضي بيطار ووجهوا له هيدي الملاحظات اجتمعوا طيب ما في نتيجة. طيب ما في نتيجة معناتها أنه في حدا عم يلعب بهذا الملف لتفجيره في وجه حزب الله، في حدا عم يلعب بهذا الملف لحرفه عن النتائج الحقيقية، هذا هون الخطورة. وهذا يعني مقاطعة مستمرة لمجلس الوزراء من قبل الوزراء الشيعة؟ أكيد ما في يعني أنا مش عم باخد موقف. نعم. حتى ما حدا يحسب علي، ما عم باخد موقف، عم أقول بالتحليل ومن خلال المعلومات لن يكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء وانعقاد لجلسات مجلس الوزراء قبل حل هذه المشكلة. طيب البعض يراهن على قدرة تحمل الثنائي الشيعي أنه موقفين البلد بظل انهيار اقتصادي، بظل انهيار اجتماعي، بظل تأزم الأزمات، تفاقم الأزمات، اليوم قد ايه قادرين تصمدوا بوجه التعطيل وتواجهوا هيدا الانهيار الحاصل بالبلد؟ مش تعطيل ابدا، منه تعطيل، في ازمه كبيره جدا اسمها القاضي بيطار والتحقيق الذي يريد ان يجر البلد وكاد ان يجر البلد الى الحرب الاهليه بمجزره الطيون، الموضوع مش مزح. فاذا اليوم مجلس الوزراء ممنوع ينأى بنفسه ويقول انه انا ما لي علاقه، بده ياخذ موقف. المجلس النيابي بده ياخذ موقف كمان. فإذا هذه المؤسسات الدستورية من رئيس الجمهورية إلى الحكومة إلى مجلس النيابي بده ياخذوا موقف من القاضي بيطار ومن مسار التحقيق حتى يصوب القاضي بيطار هذا المسار من جديد ويضعه على السكة الصحيحة، وإلا بده ياخذنا إلى تفجير آخر. يعني هلأ طلعنا من كمين الطيون ما بنعرف نحن شو ناطرنا بعد. مرتاحين لموقف رئيس الجمهورية بهذا الموضوع؟ يعني شفنا بآخر جلسة بمجلس الوزراء كان موقفه رافض رئيس الجمهورية للتدخل من خلال مجلس الوزراء لأن هذه مش من صلاحيته، قال أنه وجدوا حل قانوني، بس يبدو ما في حل قانوني. أنتوا راضيين على موقف الرئيس ميشيل عون يعني، ولا المطلوب كان منه أكثر وقوف يعني اليوم جدي حدكم؟ اليوم لما أنت تحكي مع القاضي حقيقي أو ينعمل مخرج ما بعرف، هلأ انحكى معه ما انحكى معه ما عندي دليل على إثبات هذا الأمر، بكل الأحوال صار اللي صار اليوم وإخراج سمير جعجع من دائرة الشبهة ومن دائرة الاتهام، بيصير أنه ينحكى مع القاضي بيطار لتصحيح المسار، وين المشكلة يعني؟ بيصير أنه ينضغط على القاضي بيطار لتصحيح التحقيقات، بيصير أنه ينضغط على القاضي بيطار لنشر التحقيقات، بيصير. طب ليش ما عم ينضغط عليه كما يجب وعم ينترك الموضوع أنه نحن هذا القاضي بيطار هو سيد ملفه، أنه نحن ما بدنا نتدخل وخلي يروح يستكمل التحقيق، وبينشره أي متى؟ في توقيت سياسي والله في توقيت عادي؟ ما كمان هون كل هيدي اعتبارات بتخليك تتوجسي أكثر من أنه هناك من يريد أن يفجر لغما إن لم يكن في وجه حزب الله وحركة أمل على وجه الخصوص يفجر البلد من خلال إصدار هذا القرار أو التحقيقات عفوا. نعم. فإذن نعم حزب الله متوجس جدا، ونحن ما بدنا نعود نكرر تجربة الطيونة مرة تانية. لذلك
كل المسؤولين، مش بالضرورة رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، كلهم لازم يضغطوا على القاضي بيطار لحتى يتصحح هذا الملف وهذا المساء. طيب بالخمس دقائق المتبقية من وقتنا بدنا نحكي شوي انتخابات. أول شيء، هل متوقع أنه تكون في انتخابات بال 2022؟ لأن اليوم سمعنا نائب علي حسن خليل عم يتهم التيار الوطني الحر بشكل مباشر ورئيس الجمهورية بمحاولة تطيير الانتخابات أو أقله تأجيلها. هل بتعتبر أنه في انتخابات رح تجرى بمواعيدها؟ يعني قبل ما نحكي بالجو السياسي خلينا نحكي بالقدرات الفنية واللوجستية. هل الدولة جاهزة على إجراء الانتخابات في ظل هذا الترهل وانعدام الإمكانيات؟ اليوم بدنا نعمل انتخابات، بدنا مازوت، بدنا كهرباء، بدنا أشياء لوجستية. بالحد الأدنى بدي كهرباء 24 ساعة. طيب قادرة الدولة تأمنهم؟ إذا مش قادرة تأمن كهرباء عبر مؤسسة كهرباء لبنان، قادرة تجيب موترات لكل المراكز الانتخابية؟ إذا في مجموعة من الاعتبارات اللي بتخلينا نشكك أنه الانتخابات حاصلة في موعدها على المستوى الفني واللوجستي. هلأ ما بعرف، رئيس الحكومة عم بيقول نحن قادرين ونحن جاهزين. يعني وحتى اليوم وزير الداخلية كرر هذا الموضوع. عال جيد. بيبقى بالموضوع السياسي. بتصور اليوم انتهت الجلسة وصار واضح يعني قانون الانتخابات، وبالتالي الكل هلا عم يشتغل انتخابات لهذا الموعد ولهذا الاستحقاق. برأيك هل فعلا رئيس الجمهورية عم بيحاول يطير الانتخابات، وتحديدا لما يطلعوا يقولوا لك انه رئيس الجمهورية رافض امضاء اي مرسوم لتشكيل الهيئات الناخبة اذا كان التاريخ موجود عليها 27 اذار، وبالتالي هذه النية واضحة لتطير الانتخابات او تأجيلها؟ هلا ما فينا كمان يعني نبني على هذا الشيء من هلا قبل ما يعني توضح الصورة وفعلا يصير في إجراء من قبل رئيس الجمهورية. بس نية الطعن موجودة، يعني وحتى اليوم نائب جبران باسيل قال أنه رح يقدم طعن. جيد، بس أنه فخامة الرئيس بتصور له مصلحة أنه ينهي عهده يعني بإيجابيات معينة، وخصوصا بموضوع الانتخابات، لأنه لم يعد مطلبا داخليا فقط، مطلب دولي وفي ضغط دولي لإجراء هذه الانتخابات، بمعزل أنه هن مقدرين بيصير في تعديل بالتوازنات وما بيصير، بمعزل هن شو مقاربتهم لهذا الموضوع. نحن مصلحتنا كلبنانيين حتى ما نفوت بفراغ وحتى ما نفوت بمشكلة سياسية وربما أمنية، لازم تحصل هذه الانتخابات ولازم نوفر لها كل الإمكانات لتحصل. هلأ بتصور أنا رئيس الجمهورية معني بحصول الانتخابات بالموعد اللي أقره المجلس النيابي، يعني ب 27 آذار، بالتالي ما بتصور أنه رئيس الجمهورية يرفض إلا عبر الآليات الدستورية. الآليات الدستورية هي اللي بتحكم واللي بتفصل بين هذه المؤسسة وهذه المؤسسة، إن كان هذا معه حق أو هذاك معه حق. بالنهاية سنصل إلى قرار معين بناء عليه منحدد موقفنا. اليوم من اللافت موقف حزب الله تحديدا بموضوع قانون الانتخابات، ضلوا بالنص، يعني بمطرح كان مع التيار الوطني الحر وبمطرح آخر كان مع حركة أمل، صوت على 6 مقاعد للمغتربين، وهذا شيء كمان بيطرح علامة استفهام كتير كبيرة مع التيار، وصوت مع حركة أمل بموضوع التاريخ. اليوم حزب الله كان رافض إجراء الانتخابات للمغتربين لأنه عنده هذا الظرف الدولي، العقوبات، يمكن ما بده يكشف محاذبيه برا، ما بده يعرضهم للخطر. اليوم بيروح للأخير أنه بده 6 مقاعد، هيدا شيء مش شوي مبالغ فيه؟ خليني أقول أنه حزب الله بيهمه أنه يصير في توافق حول قانون الانتخاب، بهمه أنه تجرى الانتخابات النيابية، بمعزل عن بعض السلبيات والثغرات اللي موجودة بالقانون. هلأ بطبيعة الحال موضوع تقريب موعد الانتخابات شخصيا أنا ما بحسه ولا بشعر أنه والله هذا غلط كبير، بمعزل أنه ممكن الطعن فيه أو لا، بس ما بتصور أنه مشكلة كبيرة يعني لازم ينعمل منها قصة كبيرة. موضوع
الاغتراب والمغتربين كمان، رغم أنه حزب الله وجه يعني أو اعترض على بعض الأمور وعنده ملاحظات على بعض الأمور، لكن طالما هي رغبة تيار الوطن الحر وما يطمئن المسيحيين تحديدا بيمشي في حزب الله. حزب الله عم ييسر الأمور، عم يسهل الأمور، ما بده الانتخابات أن لا تحصل، بده الانتخابات تجرى في مواعيدها، وبالتالي عم بيحاول يعني قد ما يقدر يكون متوازن في حركته السياسية. طيب مين عم يحرجكم أكثر، تيار الوطن الحر أو حركة أمل؟ شوفي، حزب الله له مصلحة، له مصلحة يكون في توافقات بين كل القوى اللبنانية. حزب الله له مصلحة أكيد أنه يتعمق التحالف مع التيار الوطني الحر ويصير الحوار أكبر فيما يتعلق ببرامج إصلاحية، وأكيد حزب الله له مصلحة أنه يكون محمي بمواقفه وخياراته اللي لها علاقة بالصراع مع إسرائيل من قبل جو مسيحي، وهذا كان ممنوع عنه في السابق. يقدر حزب الله هذا التفاهم عاليا ويريد أن يبقى، لأنه هذا بحسن السلم الأهلي أكثر وأكثر. وأيضا من جانب آخر، حزب الله له مصلحة كبيرة جدا في التحالف مع حركة أمل، ولا يمكن أن يفرط به على الإطلاق رغم كل المشككين والمهدمين. حزب الله مصمم وعازم على تعميق أيضا هذا التحالف لاعتبارات وطنية ولاعتبارات أيضا طائفية. لكن لحزب الله الذي لا يعترض عليه أيضا أنه ما عنده مشكلة أنه يصير في تفاهم بين التيار الوطني الحر أو بين القوات اللبنانية، ما عنده مشكلة يصير في تفاهم بين تيار وليد جنبلاط وتيار شو اسمه أرسلان على سبيل المثال بالساحة الدرزية، بالساحة السنية كمان تحالفات بين السنة مع، لأنه هذا بيعزز السلم الأهلي، بيكرس الوحدة الوطنية أكثر وأكثر، وبيخفف الاحتقانات والتشنجات بين القوى. بس الحزب تارك التيار الوطني الحر وحركة أمل يخوضوا هيدي السجالات السياسية، هيدي الحروب السياسية، وتحديدا يعني كلام نائب جبران باسيل عن تواطؤ الطيوني، يعني تواطؤ حركة أمل والقوات اللبنانية، وأيضا وجه لهم رسالة أنه هذا التفاهم الحقيقي هو تفاهم مرم خايل. يعني هذه الرسائل جدا محرجة لإلكم قبل ما تكون محرجة للرئيس بري. خليني أقول أنه أول شيء ما في تواطؤ بين حركة أمل والقوات اللبنانية، يعني هذا اتهام منه صحيح على الإطلاق. كان حزب الله بتفاهم مع حركة أمل فيما يتعلق بنزلة على الشارع والتنظيم وكل التفاصيل هيدي، لكن حزب الله فيما يتعلق بموضوع الخلاف بين التيار الوطني الحر وحركة أمل ما عم يقدر يعمل تحول كبير، ما عم يقدر يجمعهم. حجم الخلاف كبير بحيث أنه لا يستطيع حزب الله أنه يوفق بين الطرفين ويهدي بالحد الأدنى يبرد اللعبة بيناتهم. إن شاء الله لنشوف يعني مع الوقت بركي الأمور تتحسن أكثر. في مقولة للإمام علي ما بعرف إذا بنختم فيها، بيقول فيها أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني اليوم مختلفين التيار وحركة أمل، ممكن بكرة يتصالحوا ويصير العلاقة ودية كتير بيناتهم. يمكن هيدا تمني بآخر الحلقة صعبة، لأنه للأساس الرئيس بري ما مش كتير بمعزل عن اللحظة الحالية. بالنهاية صار في حكي وود بين الوزير جبران باسيل وبين رئيس حركة أمل رئيس المجلس النيابي أستاذ نبيه بري، في إمكانية. هذه السياسة هي عملية توافقات وتسويات وحوار متواصل، بس عادة ما بيصير هيدا الشيء بآخر العهود، بأول العهود بيصير هيدا التفاهمات. بالمستقبل اثنيناتهم باقيين إن شاء الله بالمستقبل ممكن مع الرئيس يمكن جبران باسيل إذا في حال وصلتوه مثل ما وصلتوا الرئيس ميشيل عون للرئاسة، نحكي فيه بعدين إن شاء الله. أنا بدي أشكرك الدكتور صادق النابلسي، الدكتور في العلوم السياسية، أهلا وسهلا فيك. شكرا. وشكرا لحضورك معنا اليوم، والشكر موصول لكم مشاهدينا أيضا على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.